شو لسه عم تشتغل؟ اي والله مو عرفاني ليش هالك حالك بالشغل هالكم يوم. انا بدي زيد الارباح امي. الشركة هلأ عم حاول صلح الأمور فيها، مو هيك بدكن؟ بس شوي شوي ماجد. تصبحي على خير. وانت بخير روحي. ان شاء الله تقتنع. ناريمان صارت بعيدة، تركنا، حياتنا ما عاد تدخلها. ماجد شاغل لي بالي كتير هالكم يوم. برأيي إنه ما تاكلي همه. الولد لعيلته شغله كله، وأنا فخور بابني. مو هيك، براسه في شي تاني أنا متأكدة. بكرة بتشوف. الشركة أثرت عليه وعلينا كتير. إيه مو سهلة، كنا رح نخسر كل شي بنملكه. لحق معك، انسى، راح هداك الوقت. مو على الآخر بس، بقي القليل. كريم، اليوم بالشركة الضيف يلي إجا أنس بيك، مين هاد؟ مو قلت لك من الصبح إنه هو زبون قديم وبيجيب شغل؟ يعني ما حسيتك كتير مبسوط من جيته الصبح. والله أنا ما بحب يجيني هيك نوع من الناس اللي بدون طعم قريش. السكرتيرة ما عرفت تتصرف.